طيب، من يذكر لي شروط الصلاة؟ بسم الله. ما ينفع اذكر لي شرط واحد، اذكر الشروط كاملة. بسم الله. أوقف. كم شروط الصلاة؟ أنا ما لي علاقة، أنا ما أعرف. يا أخوان نتركونا من الخلاف، يتركونا من إحنا مع من الآن؟ مع من؟ ها؟ ابن باز. لا تقول مسألة فيها خلاف وفي. يا إخواننا خليك على رأي واحد وارتاح. امشي مع ابن عثيمين مثلا، طالب علم أحسن يمشي على إيش؟ طريقة وتيرة واحدة. خلاف خلاف خلاف، ما ولا في رأسه شيء أصلا. كم شروط الصلاة؟ أنا ما أدري، أنا لا أدري. ستة يا شيخ. ستة خطأ. اجلس. ها الشيخ. تسعة. بسم الله. أوقف. الإسلام والحق. أيوة. أيوة. لا لا اجلس اجلس. إسلام وعقل وتمييز والبلوغ، لا ما هو صحيح. اجلس. معليش احنا عشان نتعلم الشباب. ها اعطيك كتاب. ود جوالك يدق كمان مشكلة. من يذكر لي شروط الصلاة؟ ها بسم الله. أوقف. كم؟ لا حول. أجلس. أخواننا إحنا. بسم الله. أوقف. هاي اسمع الآن. شروط الصلاة كم؟ 14. هذا أركان الصلاة 14 يا رجل. شروط الصلاة 8. واجبات الصلاة 8. شروط الصلاة 9. أجلس. آخر كلام. 9. يقول 9. شوف يا شباب. اسمع دقيقة. فما عندك إشكال أن تخالف في بعض الشروط، لكن لابد يكون عندك إيش؟ ضبط تضبطه. يعني ابن عثيمين رحمه الله درس على مذهب الحنابلة، ضبط المذهب. عندما يأتي في زاد المستقنع شرح الممتع يشرح، يقول هذا الشرط ليس بصحيح، لكن هو ضابط الشروط. فلا تأتيني تقول عندي خلاف. العلم اسمع هكذا تتعلم، تقول شروط الصلاة 9، أركان الصلاة 14، بعدين في الشرح ممكن تقول وهذا في خلاف في ركنيته. مفهوم؟ أما من الأول مسألة خلاف ما تعد. طيب أخوان، والله أقول هذا الكلام نصح لكم، كذا تضبط العلم. هذا علم عندما يقول أركان الصلاة 14، هذا علم ضبط مفهوم. ممكن يعد الأخ 13 ركن، مو مشكلة. طيب. أي نعم. يقول أجلس. أعطينا الجوال الكتاب. أوقف. أنا أبغاك أنت اللي تعدها الآن. الأول الإسلام. والله هذا الكلام غريب. هل يصلي الكافر؟ ما يصلي للمسلم، صح؟ كيف يقول من شروط الصلاة الإسلام؟ فهمت السؤال؟ أعيد مرة أخرى. هذا الأخ جزاه الله خير يقول من شروط الصلاة الإسلام. طيب المسلم يصلي والكافر ما يصلي، ولو صلى الكافر حكمنا على ظاهره بماذا؟ بأنه مسلم، صح؟ لماذا يقول العلماء أن من شروط الصلاة الإسلام؟ لأنه قد يصلي من يسب الرب، يصلي من يذبح للصنم، من يسجد صح؟ أي نعم. مفهوم؟ قلنا هذا الشر في كل العبادات، ولهذا ندرس التوحيد. كيف يقول ما هو شر؟ قل هذا أهم شر. مفهوم؟ والله لا يوجد عبادة إلا فيها هذا الشر. تمام. عيوني تفضل. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. ايش في؟ ها. السلام عليكم. سلام. الله يجزاك خير. اتصلت معك شيخنا بس حجزنا الروضة و... طيب توكل على بعض. الله يجزاك خير. بتصل معك. طيب زكي. هذا الكتاب. الله يجزاك عشان يعرفوا انك اخذت كتاب. السلام عليكم. الإسلام. الثاني العقل.
فلو صلى المجنون صلاته باطلة. لو صلى السكران، سكران مو مجنون يا أخي. أنا أسأل سؤال محدد، لو صلى المجنون صلاته باطلة، لو صلى السكران، اصبر ما حد يكلمني إلا هذا الشيء، أيهما أفضل، المجنون ولا السكران؟ ما حتكلم. أيهما أفضل، المجنون ولا السكران؟ ها يا أخي، لماذا؟ لأن المجنون معذور وهذا ليس معذور، مفهوم؟ أي نعم. البهائم، بعض البهائم عرض عليها الخمر وما رضيت أن تشرب الخمر. الخمر يا أخواننا أم الخبائث، لا تستهينوا بتحريم الخمر بالكلام عن الخمر، أم الخبائث. يعني لو تجمع كل المخدرات والمسكرات والخبائث، ها، تجد أنه ولدت من الخمر، مفهوم؟ رجعت ثاني مرة، إسلام وعقل وتمييز مو بلوغ. لأنه لو قال من شروط الصلاة البلوغ، هذا معناه أنه يقول أنه صلاة الصغار باطلة لا تصح. شوف يقول، لا تقول بلوغ، إذا إيش تقول؟ تمييز. ما هو التمييز؟ التفريق بين الأشياء. تقول له قم يقوم، اجلس يجلس، انه يعرف انه هذا ماء وهذا نار. اذا يفرق فصلاته صحيحه، لا يفرق صلاته باطل. ويخطئ من يترجم الكتب، كتاب ابن باز رحمه الله يكتب مكان التمييز، يكتب ايش؟ البلوغ. خطا، مفهوم؟ ما عندنا بلوغ هنا في الشروط، هذا ايش؟ الاسلام والعقل، خلوه يقول، والتمييز والنية، وهي أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم الخميس الموافق للثامن عشر من شهر جمادي الثاني مصليا بالمسجد النبوي بالمدينة النبوية صلاة العشاء بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة الساعة 7:38 مصليا خلف الإمام الشيخ القارئ الدكتور علي الحذيفي حفظه الله، وبجانب عن اليمين الشيخ فلان، وبجانب يصح. أنا أريد دليل خاص على أنه لا تلفظ في النية في الصلاة، أريد دليل خاص على أنه لا تلفظ بالنية في الصلاة، دليل خاص. ها، بسم الله، حديث إنما الأعمال بالنيات، أريد دليل خاص. يقول يلا يا أخي أرفع صوتك، هذا دليل، أريد دليل خاص. لا، لم يرد. يقول ها يا أخي، أريد دليل يا أخوان، دليل قال الله وقال الرسول. لا، دليل خاص في الصلاة. أنا أريد دليل قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ها يا أخي، حديث المسيء في صلاته، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فكبر، ما قال قل اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم، مفهوم؟ هذا دليل خاص أنه لا تلفظ في النية في الصلاة. أما أدلة كثيرة، صحيح، إسلام وعقل وتمييز ونية، هذه الشروط الأربعة احفظها في كل العبادات، هذه تجدها معك، إلا بعض هذه الشروط قد يتغير في الحج والزكاة، مفهوم؟ بعضها سندرس إن شاء الله. إسلام وعقل وتمييز ونية ورفع الحدث، يقول الأكبر بالاغتسال والأصغر بالوضوء وإزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء: بدن وثوب ومكان وبقعة، ودخول الوقت
ولابد أن يصلي بعد دخول الوقت، ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها، واستقبال القبلة استقبال الكعبة في الفريضة أو في النافلة. أما النافلة يصلي على غير القبلة، كيف إن استطاع؟ طب لو كان فريضة ما استطاع، سير إيش؟ طب هذا من أهل المدينة دحين ورايح للجرف هناك يصلي على السيارة النافلة. المسافر يقول له أن يصلي النافلة فقط حيث توجهت به الدابة أو الراحلة فقط، أما فريضة أو نافلة أو حضر وسفر أصل القبلة إلا النافلة في السفر فقط. تمام. بعدين إيش بقي؟ ستر العورة. وقال أحسن منها أن تقول أخذ كامل الزينة في الصلاة، أو تقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والعورات ثلاثة: عورة مغلظة ومخففة ومتوسطة. هكذا تحفظ يا أستاذ، تحفظ كيف؟ بهذا الترتيب: مغلظة مخففة متوسطة. هكذا تحفظ مغلظة وبعدها مخففة وبعدين متوسطة، كذا تحفظ. مغلظة عورة المرأة الحرة البالغة، مرأة خرج به رجل، حرة خرج به أمة، بالغة خرج به غير البالغة الصغير، تستر جميع البدن إلا وجهها، عند الأجانب تغطي حتى الوجه. نحن لا نتكلم عن حجاب المرأة المسلمة أو النظر إلى الأجنبية أو الأمة، نحن نتكلم عن صحة صلاة، مفهوم؟ تمام. عورة المرأة الحرة البالغة تستر جميع البدن إلا وجهها، عند الأجانب تغطي حتى الوجه. هذه عورة إيش؟ مغلظة. إيش غيرها بعدها؟ مخففة. هكذا الترتيب: مخففة عورة الذكر ابن 7 سنين إلى 10 سنين يستر الفرجان، وما عدا المغلظة والمخففة متوسطة. إذن المتوسطة إيش؟ كثير، ولهذا جعلنا آخر شيء يستر من السرة إلى الركبة، مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة. مفهوم يا أخي؟ لا تقول أصلي مكشوف الكتفين، قلنا لا، من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة. مفهوم؟ أركان الصلاة كم باقي؟ لا على 9 4 دقائق. أركان الصلاة أخوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. يلا أخي، هذا علم. إذا قال 14 هذا علم. تمام، أسرد. أيوة أيوة، هذا علم يا أخواننا. إذا العلم دخل مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب، أما يدخل مشوش لن يخرج إلا إن شاء الله. ممكن روحك تخرج وهو ما يخرج لك شروط الصلاة ولا، مفهوم؟ كيف؟ لازم نرتب العلم كما رتب العلماء. قلنا لماذا؟ قلنا أول مغلظة وبعدين مخففة وبعدين متوسطة. الصبر قلنا على طاعة الله، معصية الله على اقدار الله، لهم غرض في هذا الترتيب. هنا الوارثين من الذكور، قال أعطينا الوارثين من الذكور، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. الجد والعم الشقيق والأخ لأب وابن أخ شقيق، تقول يا أخي اذهب احفظ وريحنا، ما يصلح هذا، لازم إيش؟ مرتب. يقول الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ابن أخ شقيق ابن أخ لأب عم شقيق عم لأب ابن عم شقيق ابن عم لأب والزوج والمعتق، مرتب. العلم إذا دخل مرتب بإذن الله يخرج مرتب، أما تدخل مشوش ما يخرج إلا إن شاء الله. فما يمكن أن يقول أركان الصلاة السجود أعضاء 7 وقراءة الفاتحة يا أخي روح، هذا مو علم. شوف إيش يقول، يقول القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود أعضاء 7 مرتب، حتى لو ترك ركن ما في إشكال. جزاك الله خير. القيام مع القدرة في الفريضة أو في النافلة؟
في الفريضة. أما النافلة يصح أن يصلي جالسا لكن يأخذ نصف أجر القائم، أو على جنب ويأخذ نصف أجر القاعد وربع أجر القائم. تمام. القيام مع القدرة تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الفريضة أو في النافلة؟ ها؟ اسمع خليك معي، ركز معي مضبوط. الآن هذا الأستاذ ما صلى سنة العشاء، عليه شيء؟ لا، نحثه نقول سنة كذا، لكن لو ما صلىها عليه شيء؟ لا. طيب، قال أنا أريد أصلي سنة العشاء بدون أقرأ فاتحة، ما رأيك يا شيخ؟ يا أخي فهمت السؤال؟ هو لو لم يصلي سنة العشاء ما عليه مؤاخذة، صح؟ طيب، قال أنا أصلي لكن ما أقرأ فاتحة، إيش رأيك؟ يا سلام، يقول إما تصلي صلاة تامة أو لا تلعب في الصلاة، مو على كيفك الصلاة، هذه عبادة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هرد، ما يقول والله على كيفي، هذه سنة. نعم سنة، لكن لابد أن تأتي بالصلاة تامة بشروطها، ممكن يصلي بغير وضوء كمان، مفهوم يا أخي؟ أي نعم. إذن صلاة الفاتحة في كل ركعة، وفي السرية وفي الجهرية وفي كل ركعة، ولا تسقط الفاتحة بحال إلا إذا أدرك الإمام راكعا كبر وركع وتسقط عنه الفاتحة بقول النبي عليه الصلاة والسلام. بعده الركوع والرفع منه، سجود أعضاء السبعة، الأول السجدة الأولى أو الثانية؟ ها؟ السجدتين، يقول انتبه، سجدتين مو سجدة واحدة، الركن. تمام. والاعتدال من السجود والجلسة بين السجدتين. شوف عد ركنين الأخ، سمعتم إيش قال؟ يقول الاعتدال من السجود والجلسة بين السجدتين، لأنه قد يرفع من السجود وما يجلس، حصل ركن لازم يجلس، ولهذا اللي ينقر الصلاة نقرا هذه صلاة باطلة. بعدين الطمأنينة، الطمأنينة كيف تحصل؟ قال تحصل بأن يقول الذكر الواجب في كل ركن، ركن يعني، هذا لو قال في السجود في الغالب سبحان ربي الأعلى حصلت الطمأنينة في الغالب. تمام. والترتيب بين الأركان، الترتيب بين إيش؟ يعني يرتب الصلاة ما ينكسها، مفهوم؟ والتشهد الأخير خرج بهذا التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. طيب صلاة الفجر تشهد أخير ولا أول؟ إيش حكم التشهد في صلاة الفجر؟ هو تشهد واحد حكمه ركن. ما حتكلم، هو يتكلم ركن. تمام. التشهد الأخير يقول والجلوس له، لأنه ممكن يتشهده قائم ولا راكع ولا، قال لازم يجلس. وإيش؟ الله أكبر، هذا فيه أن الوهابية من يقال عنهم أنهم وهابية يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جعلوا الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ركن، تبطل الصلاة بترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ يقال عنهم وهابية. نعم. وغيره والتسليمة. تمام، ما شاء الله. إلى أن أكتفي أخواننا بهذا المقدار. يا أخواننا، تأخذ ورقة وتكتب فيها شروط لا إله إلا الله، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مبطلات الصلاة، شروط الوضوء، فروض الوضوء، نواقض الوضوء، تسعة أشياء مهمة جدا. بهذه بإذن الله إذا ضبطت هذه الأشياء تستطيع تحكم على صلاة إنسان أنها صحيحة أو باطلة. طبعا ما نفتي، لكن نحن نريد إيش؟ نتعلم، نحفظ، نضبط، نعرف لماذا قال العالم أنه فلان صلاة باطلة، فلان صلاة صحيحة، حتى نتعلم. هذه طريق تعلم. فكيف طريقة التعلم؟ لازم تضبط هذه الشروط والأركان والواجبات، مفهوم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. خذ شيخ، خذ وزع كذا وبس روح شيخ. ثلاثة الأصول، لا أنتم بعدكم بعد. هذا يا شيخ، هذا اللي وراك عندنا شيخ.
خلص السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام شيخنا بكرة عندنا. اي نعم غدا يوجد درس غدا ان شاء الله. نعم بعد السنة هذا الغلط صح مكتوب هنا بعد السنة.